السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. حبيت نتكلم في هذه الفيديو الأحداث الأخيرة اللي تحدث في العالم. لو أردت أن تفهم ماذا سوف يحصل للعالم الإسلامي بصفة عامة والعالم المتكلم بالعربية، عليك أن تتابع ما يحدث في تونس ومصر والسعودية. هذوما ثلاثة دول هما القاعدة الأساسية لتغيير سياسة العالم بين قوسين الإسلامي، لأن السعودية تعتبر قلب العالم الإسلامي السني، ومصر تعتبر قلب العالم الإسلامي المتكلم باللغة العربية، وتونس تعتبر قلب شمال إفريقيا. نحن نعلم أن العالم الإسلامي مقسم بين العالم الشيعي المتمثل في إيران والعالم السني المتمثل في السعودية. هؤلاء القطبين يتصارعون لقيادة العالم الإسلامي بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، وطرح نفسه كقوة عالمية متوازية للعالم الغربي المتمثل حاليا في أمريكا. ونحن نعلم أن العالم السني وخاصة العالم المتكلم بالعربية المتمثل في جميع الدول العربية تم دعمه وتكوينه وتشجيعه من طرف الغرب القديم، بريطانيا وفرنسا، من أجل القضاء على الإمبراطورية التركية، من بعد تم استعماله للقضاء على العدو الأساسي للغرب وهي الشيوعية والاتحاد السوفيتي، والآن يحاولون استعماله للقضاء على المد الشيعي المتنامي والمحاصر لقلب العالم السني الجزيرة العربية، وفي نفس الوقت القضاء على بقية الأطراف التي تنافس الغرب بقيادة أمريكا. دول الخليج تقاسمت الأدوار برعاية سعودية وإشراف غربي أمريكي. كلفت قطر بأقذر مهمة، وخاصة بعد خلق إذاعة الجزيرة، لكي تكون هي الواجهة الأولى لدعم الحركات السنية الإرهابية سواء في شمال إفريقيا وإفريقيا والشرق الأوسط وبقية العالم الإسلامي. ونجحت هذه في إحداث تغييرات كبيرة في الخريطة السياسية، وخاصة في المنطقة المتكلمة باللغة العربية، وأحدثت الثورة بين قوسين التونسية والمصرية واليمنية وأخيرا الليبية التي كانت هي المستهدف الأول. ويعتبر القذافي وليبيا هو حليف غير مباشر مع سياسة إيران التي ترفض الوصاية والسيطرة، ولكن لم تنجح في اليمن وخاصة في سوريا وظهور داعش الدولة الإسلامية في العراق والشام. داعش في الحقيقة لم تكن في الحسبان، تفطنت إلى اللعبة القذرة وغيرت الموازين، فهنا أصبحت داعش خطر على السنة وعلى الشيعة وعلى الغرب، ولهذا هؤلاء الثلاثة اتحدوا للقضاء على داعش كمرحلة أولى، ثم مواصلة اللعبة وإعادة تنظيم الأوراق للعودة للحرب الأساسية بين ما يسمى العالم السني والعالم الشيعي. داعش في الحقيقة هو تحالف بين البعثيين العراقيين السنة والإسلاميين الغير عملاء لا للسعودية ولا للغرب، الذي قرروا محاربة السعودية والحركات الإسلامية السنية المدعومة من طرفها، ومحاربة الشيعة الموالين للمد الشيعي الإيراني، ومحاربة الغرب في عقر داره من جهة، ومحاربة الأقليات الغير إسلامية في الشرق الأوسط التي يعتبرونها أقمار الغرب في منطقة الشرق الأوسط. إذن داعش أعلنت الحرب على جميع الأطراف، وهذا خطأ استراتيجي كبير قامت به داعش، هو نفس الخطأ الذي قام به هتلر
في الحرب العالمية الثانية والذي أدى إلى سقوطه. إذن داعش تمثل الإسلام السني الوطني الأصيل الغير عميل، رغم بشاعة جرائمه لا يقبل أن يكون طرف يتبع قوة معينة مهما كانت، وقرر أن يكون مستقل وله قرار مستقل، ولهذا تمت محاربته والقضاء عليه بكل الأساليب وكل الطرق من طرف جميع الأطراف المتحاربة. طبعا الفكر الداعشي هو فكر إسلامي سني أصيل غير عميل، مدعوم بعقيدة مصدرها القرآن والسنة. إذن هي ليس مثل النازية الذي يعتبر فكر وضعي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هي لا تمثل دولة معترف بها مثل ألمانيا يمكن القضاء عليها بالقضاء على دولة داعش. داعش هي عقيدة قبل كل شيء، حتى وإن تم القضاء على الدولة الإسلامية لا يمكن القضاء على الفكر الداعشي الذي مصدره القرآن والسنة وقلب الإسلام السني. إذن هذه المجموعات سوف تواصل في عملها الإرهابي وإرعاب العالم، سواء عن طريق مجموعات صغيرة أو أفراد يحدثون بلبلة كبيرة، وذلك داخل العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي وخاصة في الغرب، والأساليب متاعهم لا يمكن مراقبتها أو التغلب عليها، رغم أن الغرب الآن وضع خطة عالمية وطلب من الجميع الالتزام بها للقضاء على الفكر الداعشي بطريقة نهائية، وهذا سوف نتكلم عليه في آخر الفيديو. ما هي الخطة الغربية الذي وضعها للقضاء على داعش بصفة نهائية وكلية؟ لأن الغرب أصبح يعي أن هذا الفكر يهدد أمن الداخلي وأمن شعوبه، لأنه أصبح يضرب في داخل العالم الغربي. الغرب بقيادة أمريكا لا يهمه من يسيطر على العالم الإسلامي، إيران أم السعودية، وإنما الذي يهمه في الدرجة الأولى هو من يخدم مصالحه ومن يكسب منه أكثر ومن يضمن له أمنه الداخلي ومن يمكن أن يسيطر على هذه الشعوب المنقادة الجاهلة المتخلفة التي تعيش داخل العالم الإسلامي. أي طرف مهما كان يضمن لهم هذه النقط الأربعة فهو مستعد أن يدعمه وأن يقف معه. الغرب بقيادة أمريكا واثقة من نفسها، واثقة بقوتها العسكرية الاقتصادية تحالفاتها العالمية، ومتأكدة أنها يمكن أن تنهي المعركة في صالحها للسيطرة على العالم كله، ولكن تريد أن تلعب كل الأوراق وتخرج بأكثر ربح ممكن. بين قوسين، في التاريخ أي حضارة أصابها هذا الغرور يعني نهايتها، وأظن أن أمريكا واثقة أكثر من لازم من نفسها ومتأكدة أنها سوف تنتصر في الأخير، ولكن التاريخ سوف يقول لنا ذلك. أمريكا وحلفائها الغرب وإسرائيل يعلمون جيدا أن الخطر الحقيقي على مصالحها في الشرق الأوسط وفي العالم هي إيران والعالم الشيعي، ولكن لم تجد بعد الطريقة المناسبة لمحاربته. اعتمدت على التنظيمات الإرهابية السنية، ولكن هذه الأخيرة لم تتمكن من إضعاف الشيعة، بل جعلتها أكثر قوة، وخاصة الشيعة لعبوا على نقطة المظلومية، وإحنا نعرف أن الشيعة دائما يستعملون هذا الأسلوب أنهم مظلومين، مثلهم مثل اليهود استعملوا هذه النقطة لكسب تعاطف الغرب والعالم من أجل الوصول
إلى أهدافهم. إذن قلنا أن ظهور داعش ومحاربتها لجميع الأطراف غير كل الموازين في السنوات الأخيرة، واتفق الأعداء أن يتحدوا ضد داعش، وخلط كل الأوراق للعودة للحرب بطريقة جديدة ومنظمة. وزيارة ترامب إلى السعودية وإسرائيل وبلجيكيا مقر الاتحاد الأوروبي ومشاركة روسيا وبعض الأطراف الأخرى هي بداية تطبيق هذه الخطة الغربية بقيادة أمريكا والدول الغربية وحلفاؤها في الشرق الأوسط. إذن الهدف هو محاربة داعش، العقيدة الإسلامية السنية الأصيلة القائمة بذاتها التي ترفض أن تكون ضمن الطرف من الأطراف في اللعبة العالمية، وتريد أن تكون قوة فعلية لمواجهة الغرب من جهة وحلفائه السنة وإيران الشيعية وحلفائها، وأن تصبح طرف ثالث عالمية. ولكن قبل أن نذكر الخطة الذي سوف يتم اتباعها للقضاء على داعش في سوريا والعراق وفي العالم، يجب أن نعلم أن مصدر قوة داعش هي كل الحركات الإسلامية السنية سوى السياسية أو الإرهابية، حيث تعتبر هذه الحركات هي المصدر المباشر من الرجال والأموال والإعلام لقيام داعش. لا يمكن القضاء على داعش دون القضاء على كل هذه الحركات، حيث الدواعش لهم من الفكر الأصيل من القرآن والسنة من السهولة إقناع قاعدة هؤلاء الأحزاب وجعلهم ينضمون للفكر الداعشي، ويستطيعون أن يقنعوهم بكل بساطة وبكل سهولة إنهم يمثلون الإسلام السني الحقيقي. ولكن هذه الأحزاب الإسلامية السنية السياسية والعسكرية هي حليف للغرب وتحت قيادة سعودية، والقضاء عليها يعني القضاء على العالم السني والسماح للعالم الشيعي أن يصبح هو المسيطر. إذن كيف القضاء على هذه الأحزاب والحركات وبقاء العالم السني متماسك في وجه المد الإيراني الشيعي؟ إذن الحل الوحيد هو دمج هذه الأحزاب والحركات في حكومات رسمية وفي جيش رسمي يكون تحت سلطة دولة معترف بها قانونيا. إذن تصبح مثلها مثل الشيعة، تعمل على حسب القانون الدولي وبطريقة رسمية، وهذه التجربة تم تجربتها ونجاحها في تركيا مع حزب العدالة والتنمية، وتجربتها في تونس مع حركة النهضة. إذن يجب تعميم هذه الفكرة في أغلب العالم الإسلامي. ولقد نوه رشد الغنوشي بعد الانتفاضة التونسية لهذه الفكرة، حيث قال بالحرف الواحد للسلفيين الجهاديين أن ينضموا إلى جهاز الجيش والأمن في تونس، وكثير منهم انضم وأصبح موجود داخل الجهاز الأمني التونسي، وهذا ما حصل أيضا في تركيا خاصة بعد تمثيلية محاولة الانقلاب التي تم إزاحة فيها كل العناصر اللي تشكل خطر على حزب العدالة والتنمية، وتم إدماج المجموعات الإسلامية داخل جهاز الأمن والجيش التركي. وهذا الأمر لم ينجح في مصر لأن حركة الإخوان المسلمين أقل عمالة من حركة النهضة في تونس وحزب العدالة والتنمية في تركيا، لهذا سمح للجيش أن يأخذ السلطة في مصر لأنه أكثر مضمون لكي يطبق الخطة الغربية. وهنا عندما أقول عمالة أقصد اختيار الحلف، أو ما يسمى هذه الأحزاب اختارت الحلف الغربي كشريك، ليس أقصد به بمفهوم العمالة بأتم معنى الكلمة. الخطة الغربية تتمثل في عدة نقاط. أولا، وصول أحزاب إسلامية سنية مضمونة إلى الحكم
مثل في تركيا ودول أخرى إسلامية، أو مشاركة هذه الأحزاب في الحكم مع أطراف أخرى مثل النهضة في تونس، تكون ليبرالية التوجه وتقبل العولمة وتسمح بالحريات وتحترم الأقليات وتكون تحت إشراف السعودية الشريك المضمون للغرب الأمريكي مع إسرائيل من أجل مواجهة إيران والمد الشيعي. أما الدول التي فيها الحكومات قوية والمد الإسلامي ضعيف، يجب أن تتوجه هذه الدول نحو الانفتاح والحريات والليبرالية والموالاة للسعودية كمركز للعالم الإسلامي السني، مثل الحال في المغرب. أما الدول التي فيها المد الإسلامي قوي مثل مصر، هنا تعطى السلطة للجيش الذي هو يعتبر أكثر مضمون للغرب. كما أن هناك خطة بدأت منذ فترة التطبيق في السعودية، وهي نحو التفتح والحرية داخل السعودية بتغيير كثير من القوانين من أجل أن تكون السعودية دولة كبقية الدول العالم الإسلامي السني. ويمكن حتى عزل مكة والمدينة كمناطق مقدسة هما وحدهم اللي يتم تطبيق فيهم الإسلام الوهابي، بينما بقية السعودية تكون هناك قوانين أكثر انفتاح وأكثر حريات للأشخاص، سواء في الملبس سواء في غيرها من الأمور بطريقة نسبية. وطبعا هذا يحتاج إلى وقت لتغيير العقليات في المجتمع السعودي وسن قوانين جديدة وحذف كثير من القوانين القديمة من أجل جعل السعودية أكثر عصرية مواكبة للعصر وللتطور اللي موجود في العالم. طبعا هذا حلم الغرب الأمريكي الذي يعاملنا على أساس إننا شعوب قصر، وفي الدرجة الثالثة لم يأخذ في الحسبان عاملين مهمين، هو المد اللاديني الإلحادي الذي ينتشر في العالم المتكلم باللغة العربية، والمد الثاني الذي يطالب بالهوية الأصلية للشعوب المستعمرة عربية. المهم هذا ليس موضوعنا هنا، وإنما موضوعنا كيف سوف يتم القضاء على الحركات الإسلامية السنية الإرهابية التي ترفض الاندماج في هذه اللعبة أو التي تلتحق بداعش ويصبحون دواعش، حيث إن الهدف الأساسي هو القضاء على داعش. الغرب بقيادة أمريكا وحلفائها من السعودية وأوروبا وتركيا وتونس ومصر والمغرب وغيرها من الدول اللي يحومون في الفلك متاعهم، سوف يبدأون تطبيق هذه الخطة بحذافيرها. وهذه الخطة بدأت التطبيق لها منذ فترة، ولكن هذه المرة باش تكون أكثر رسمية وجدية، وهي القضاء على مصادر الإرهاب الإسلامي السني، وهي أولاً إعلامياً، سوى المسموع أو المرئي أو إنترنت أو الكتب، ومحاصرتهم كلياً ومراقبة كل تحركاتهم. تعرفوا أن كثير من وسائل الإعلام وخاصة الجزيرة وغيرها وشبكات التواصل الاجتماعي كانت مفتوحة لهم لبث أفكارهم، وكان هناك تواطؤ وتغاضي لكي يبثون أفكارهم على أوسع نطاق. ولكن عندما وصل الخطر إلى داخل الدول الأوروبية والغربية، بعد أن دمرت كثير من الدول الناطقين بالعربية وسببت آلاف بل مئات الآلاف من القتلى، أخذوا القرار أن يراقبون هذه الوسائل الإعلامية. وهذا القرار تم ذكره في اجتماع بروكسل أخيرا، وكان يمكن لهم أن يمنعوا ذلك من الأول، ولكن لم يمنعوه لأن الموت والقتل والذبح كان في دولنا لم يكن في عقر دارهم، وعندما وصل إلى عقر دارهم أخذوا القرار. ثانيا المسألة الأمنية والتعاون الأمني، وهذا أيضا تم طرحه
في اجتماع بروكسل الأخير حول تبادل المعلومات، لأن أكثر الإرهابيين أو الإسلاميين عندهم معلومات عنهم ويعرفوا عليهم كل شيء. إذا قرروا باش يحطوهم أكثر تحت المراقبة، وإن دعت الضرورة إلى سجنهم أو منعهم من التحرك. وطبعا هذه القرارات ليس في أوروبا والغرب فقط، وإنما في جميع الدول المشاركين في هذه الخطة، وهي السعودية ومصر وتركيا وتونس والمغرب وغيرها من الدول اللي داخلين تحت هذه الاستراتيجية. ثالثا عسكريا، ومنع عنهم السلاح وكل شبكات بيع السلاح، ومقتل محمد الزواري التونسي الذي قتل في صفاقس قبل فترة هو ضمن هذه الخطة، لأن الخطة هذه يجب منع كل شبكات السلاح التي كانت تستعمل لتمويل هذه الحركات، لأن حركة داعش تستعمل نفس هذه الشبكات للحصول على السلاح. وطبعا ملاحقة وقتل إن دعت الضرورة كل العناصر الإسلامية المسلحة أينما كانت، سواء في ليبيا، سواء في تونس، سواء في الجزائر، سواء في أي منطقة كانت، مهما كانت، حتى في منطقة غزة. رابعا ماليا، ومراقبة كل شبكات الأموال مهما كانت، التي عملت مدة عدة سنوات ومنذ من قبل لتمويل الإرهاب الإسلامي، سواء بمنع بيع الثروات التي حصلت عليها في المناطق المسيطرة عليها لإضعافها، أو محاربة شبكات المال الفاسد الذي يعتبر مصدر أساسي لتمويل الإرهاب الإسلامي. وخامسا وهي أهم نقطة، تبرئة الإسلام السني من الإرهاب، واعتبار الحركات الإسلامية السنية الإرهابية خارجة عن الشريعة الإسلامية. لهذا نسمع كثير إن ما تقوم به الحركات الإسلامية لا تمثل الإسلام، وإنما الجهاد الحقيقي هو تابع جيش منظم رسمي معترف به. وتشجيع ما يسمى بالإسلام المعتدل وعدم الخروج على الخطوط الحمراء للإسلام، وعدم دعم أو مد يد العون لللادينيين والملحدين الذين ينقدون الإسلام إلا عندما يكونوا تابعين لجهة معينة أو يدعون للمسيحية أو ينتقدون الإسلام بدعم مسيحي أو على حسب النظرية المسيحية لنقد الإسلام، أو الذين ينقدون الإسلام ويدعون للغرب ويمجدون الغرب على أساس إنها الطريق الوحيد للخلاص، أي الأشخاص الذين ينقدون الإسلام ولهم الولاء الكلي للغرب، هؤلاء يتم إظهارهم إعلاميا ودعمهم، أما البقية الأحرار فهؤلاء يتم التغاضي عليهم وإهمالهم كليا لكي لا يصل صوتهم إلى الشعوب المتكلمة بالعربية أو الإسلامية بصفة عامة. طبعا هذا طبيعي، لأن السياسة الغربية لا تريد شعوب متحررة تنافسه في إنسانيته، فهو يحتاج إلى شعوب مستسلمة خاضعة في الجهل والتخلف، وتحكمها سلطات وحكومات في يد الغرب. أما المجموعات المتمسحة التي يتم نشرها داخل العالم الإسلامي، الهدف منها هو موقع قدم وعنصر ضغط على هذه الحكومات. هذا من جهة. من جهة أخرى، محتاجة لهذه الشعوب المستسلمة الإسلامية أن تكون تحت أوامرها لحرب محتملة في المستقبل ضد إيران. طبعا أنا ذكرت كل هذا من أجل إعطاء وجهة نظري الشخصية حول ما يحدث منذ تقريبا 5 سنوات فيما يسمى بالعالم المتكلم بالعربية، سواء بين قوسين الثورات التي قامت
أو سقوط الإخوان المسلمين في مصر ووصول العسكر، سواء الحرب اليمنية، سواء الوضع في سوريا أو سقوط القذافي، والمحاكمات التي وقعت لبعض الناقدين للإسلام في مصر، وأخيرا تقلص داعش والتمدد الإيراني ومحاصرة السعودية، وأخيرا الدعم الأمريكي الواضح للسعودية وزيارة ترامب لها ولإسرائيل وذهابه إلى بلجيكا عاصمة الاتحاد الأوروبي، والأوضاع في ليبيا والتقدم ضد الإسلاميين، والوضع في تونس مع التحركات التي وقعت في الجنوب ورفع شعار محاربة الفساد وفكرة المصالحة الوطنية. طبعا كل هذه الأحداث لم تكن صدفة، وإنما نتيجة سياسة عالمية. طبعا كل هذه المؤشرات هي في الحقيقة تنبيه للأحزاب السياسية والإسلامية، سواء في تونس أو غيرها، عليها أن تقبل باللعبة الأمريكية الغربية وأن تخضع لها كليا، وإلا سوف يكون مصيرها الفناء. وإحنا نعرف أن النهضة كانت أول من حيت هذه الفكرة وأظهرت السمع والطاعة، وكثير من الأحزاب الأخرى يلحقون بها طبعا، وكثير من الدول موافقة على هذه الفكرة، واجتماع اللي وقع في الجزيرة العربية بقيادة ترامب يدل على الخضوع الكلي تحت سيطرة أمريكا. وهنا نسأل سؤال، ماذا تريد أمريكا والغرب من الشرق الأوسط؟ في الحقيقة لا تريد إلا شيئين فقط، أولا ثروات الشرق الأوسط، وهذه مسألة مهمة، وثانيا أمن إسرائيل، لأن إسرائيل هو الجندي الوحيد الذي في الشرق الأوسط الذي يضمن لها ثروات منطقة الشرق الأوسط. بالنسبة للسعودية ما فما حتى مشكلة، تدفع الجزية وهي صاغرة. بالنسبة لموقفها من إسرائيل ما عندها حتى مشكل، وإحنا نعرف إن قيام السعودية كان بمقابل قيام إسرائيل، أي ارتباط وجود العائلة المالكة السعودية مرتبط بوجود إسرائيل. وطبعا هذوما الشيئين لا يمكن لأمريكا أن تأخذهم من إيران، ولهذا أمريكا تواصل بيد من حديد دعم السعودية والمعاداة لإيران. وهنا البعض يقول إن إيران وطنية، وإن إيران ليس عميلة، وإن إيران عظيمة وعندها مبادئ ومواقف، إذن يجب أن نكون مع إيران ضد السعودية وضد إسرائيل. في الظاهر يظهر لك موقف جميل ومنطقي ووطني، وهكذا تجد الكثير في منطقة الشرق الأوسط يؤيد إيران ويدعم إيران، سواء الحوثيين أو حزب الله أو الميليشيات الشيعية في العراق أو الشيعة الكويتيين أو الشيعة البحرانيين أو الشيعة من الضفة الشرقية للجزيرة العربية والشيعة بصفة عامة في العالم، وكثير من السنة في منطقة شمال إفريقيا ومصر. ولكن كثير لا يعلمون أن إيران طامعة في الشرق الأوسط، ولا تفعل ذلك على خطر عيونهم ولا على خطر باش تحررهم، أي هي تحب تخرجهم من استعمار لكي تستعمرهم هي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إيران ليس وطنية 100% كما نتصور. صحيح يمكن أن نقول عندها أكثر استقلالية، ولكن تخدم مصالح أطراف أخرى اللي هما يريدون أن يسيطرون على ثروات العالم، مثل السوفيات أو الصينيين أو غيرهم من الاتجاهات الذي ليس لهم مصلحة في التوسع الأمريكي. إذن هي تفعل ذلك من أجل نفسها ومن أجل مصالح أطراف أخرى. إذن المشكلة ما تحلش، والاستعمار سوف يعود بطريقة أخرى
في منطقة الشرق الأوسط. إذا الواحد يقول علاش ما نخليوش الاستعمار متاعنا هذا خير؟ على الأقل أمريكا والغرب يتعامل مع منطقة الشرق الأوسط مباشرة ومع دول الخليج بدون واسطة، علاش احنا محتاجين لاستعمار إيراني ومن فوقه استعمار عالمي آخر؟ إذا نكتفي بالاستعمار هذا ونحافظ على وجودنا مادام احنا ما عناش القدرة باش نكونوا مستقلين. وهذا طبعا من يؤيد السعودية ضد إيران. وهنا نقولوا كلام منطقي أيضا، علاش يفركسوا على مستعمر من المنطقة عليهم باش يخدم مصالح أخرى؟ علاش ما يتعاملوش مع القوة العالمية الكبيرة ويربطوا مصيرهم مع أمريكا والغرب وإسرائيل ويبنيوا كما نقولوا احنا مستقبل مع بعضهم، رغم الثمن اللي يدفعوه من الأموال، على الأقل يحصلون على الأمن متاعهم من الغزو الفارسي. إذن الرأي الداعم لإيران والرأي الداعم للسعودية، كل واحد عنده المبررات متاعه اللي نجم نقوله نوعا ما منطقية، وكل واحد يختار رأي. ولكن هوني نسأل سؤال، أنا شخصيا ككريم كأمازيغي شمال إفريقي متكلم بالعربية، ماذا موقفي وشنو نشوف؟ هل أدعم السعودية أم أدعم إيران؟ طبعا رأيي لا يعني أني أتدخل في خيارات منطقة الشرق الأوسط، وإنما هو مجرد رأي شخصي. أولا أنا كشمال إفريقي أقرب إلي منطقة الشرق الأوسط من إيران، هذه لازم نفهمها. إذن أي عدو لمنطقة الشرق الأوسط مهما كان يعتبر بالنسبة لي عدو، وهذا طبيعي ومنطقي، ما يسمى التحالفات الاستراتيجية على حسب الموقع الجغرافي. إذن لا يمكن ولن يمكن أن أكون شخصيا مع إيران أو داعم لإيران في محاولتها لغزو منطقة الشرق الأوسط والسيطرة عليها، مهما كانت وعودها الكاذبة التي تروجها على أساس إنها سوف تخلص منطقة الشرق الأوسط من الحكومات الظالمة وتطهر منطقة الشرق الأوسط من إسرائيل. ومهما كانت الحكومات الخليجية ديكتاتورية وظالمة ومتعدية على شعوبها، لا يمكن ولن يمكن أن أكون مع إيران، لأن إيران هو استعمار غير مباشر مدمر لمنطقة الشرق الأوسط. وأعتبر شخصيا كل واحد في منطقة الشرق الأوسط مؤيد لإيران، سواء في لبنان وحزب الله أو الحوثيين في اليمن أو الشيعة في البحرين أو في المناطق الأخرى أو الشيعة في العراق، هم عملاء مرتين، عملاء لإيران وعملاء للقوى التي تدعم إيران من أجل ضرب المصالح الأمريكية في المنطقة. بينما المؤيدين للسياسة السعودية والخليجية بصفة عامة فهم عملاء على الأقل مرة واحدة لأمريكا بصفة واضحة وبينة للعين. إذن لو كان لي الخيار أختار جانب السعودية، رغم اللي هذا الرأي يعني سوف لا يعجب الكثير ويعتبر رأي أنا كملحد شمال إفريقي وأمازيغي غير منطقي، ولكن أقول لكم دعمي لإيران يجعل موقفي أكثر غير منطقي وأكثر خيانة، رغم أني أنا شخصيا لا أؤيد لا هذا ولا هذا، وأتمنى من كل قلبي أن شعوب منطقة الشرق الأوسط ترفع يديها عن التدخل في المناطق الأخرى مثل إفريقيا وشمال إفريقيا ومصر، وتسمح لهم أن يبنوا علاقة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام وليس الولاية والوصاية التي تقوم بها هذه الحكومات على منطقة شمال إفريقيا والمناطق الأخرى،
وأن تغير سياستها وطريقتها في التعامل مع جيرانها، ولا تطرح نفسها كالرب المعبود الذي يجب أن يطاع وأن تقبل يديه باسم الإسلام والعروبة. وفي هذه الحالة يمكن أن تكون هناك علاقة شرق أوسطية شمال إفريقية تقوم على الأسس الصحيحة والتبادل الصحيح والاحترام الصحيح، وأن تستقل منطقة الشرق الأوسط بعربها ويهودها وكل الأجناس الأخرى الموجودة في الشرق الأوسط، وكل واحد يأخذ حقه سواء كشعب أو كمعتقد، ويعيش الجميع استقلال حقيقي، لأن إسرائيل بحد ذاتها ما هي إلا جندي لأمريكا والغرب. وهذه مسألة واضحة، لازم حتى اليهود اللي موجودين في إسرائيل وفي المناطق الأخرى إنه يفهموا إن مستقبلهم مع منطقة الشرق الأوسط، ويحطوا اليد في اليد العرب واليهود والأجناس الأخرى لكي يبنيوا منطقة شرق أوسط مستقلة بأتم معنى الكلمة، بعيد عن المطامع الفارسية أو الغربية. ونحن نعرف منذ بداية التاريخ الغرب والفرس يتصارعون من يسيطر على منطقة الشرق الأوسط. اليوم يجب أن يعلموا حدودهم، ومنطقة الشرق الأوسط هي للشرق أوسطيين اللي يعيشوا فيها، يجب أن يسترجعوا استقلالهم وكرامتهم ويكونوا دولهم على أساس صحيحة، لا يتدخلوا في شؤون الغير ولا يجعلوا أحد يتدخل فيهم. هذا رأيي الخاص طبعا، وكل إنسان له رأي. وقبل أن أختم هذه الفيديو أقول في الأخير، إلى متى الطبقة المثقفة في العالم الإسلامي والمتكلم بالعربية بين صامت ومسلم أو بوق لغيره؟ لماذا الطبقة المثقفة تلعن شعوبها وتهين شعوبها وتعجب بغيرها؟ إلى متى الطبقة المثقفة تقلد وتتبع الآخرين ولا تبدع؟ إلى متى الطبقة المثقفة بعيدة كل البعد عن شعوبها وتنظر إليهم من فوق؟ وفي نفس الوقت إلى متى شعوبنا خاضعة مستسلمة أما للدين أما للسياسة العالمية؟ إلى متى شعوبنا مغيبة وغير عارفة ما يحدث في العالم وغير عالمة إنها تتبع سياسة عالمية؟ إلى متى شعوبنا لا تعلم إنها ما زالت مستعمرة سياسيا واقتصاديا، وإنها ليس لها حول ولا قوة؟ إلى متى شعوبنا فاقد الثقة في نفسها، ومن السهل التصفيق لهذا أو لذاك بمجرد أن يكذب عليها؟ إلى متى شعوبنا غير واعية وغير ناضجة؟ هذا الذي أردت أن أقوله في هذه الفيديو، وأتمنى أن الطبقة المثقفة تتخلى على كبريائها وأنانيتها وتعطي قيمة لشعوبها وأوطانها لكي تستفيق وتتعلم وتصبح قادرة على أن تحكم نفسها بنفسها، ولما لا يحدث في هذه الدول مثل ما حصل في إيسلندا عام 2009 عندما قرر الشعب أن يثور وأن يأخذ كل ما يسمى بالطبقة السياسية إلى السجن، وتخلص من الهيمنة العالمية الاقتصادية والسياسية وبنى مستقبله كما يريد أن يكون. وشكرا على المتابعة، ومع فيديو قادم، وبسلامة.